لولا نبداو ما عندنا الطريق، الماء ما كاش، الحكم ما كاش، رانا ضاعين 100 في 200، وتشوف العين ترك السؤال. حنا نبغوا نشوف حتى الشباب اللي راهم يقراو وراهم عجانين مشكار من الماكله، من عندنا الطبيب ما كاش، كل شيء ما كاش. وحنا كبار فاتنا الحال، الصغار رانا ندعو للصغار باش يجي المستقبل نتاعهم. ويقال لك الشباب اللي ينفعوا الشباب، يعطوهم سكنه، يعطوهم خدمه، يعطوهم كاع اللي لزمت. حنا فاتنا الحال. الخدمه تاع الشبيبه ما كاش، الماء ما كاش، رانا نسقوا على البهايم، خطره نصيبوا الماء خطره ما نصيبوش، نجروا الحسيان وما ما نصيبوش الماء. زاري راهم مساكين يروحوا لا ركبه لا حيه، القرايا هذه هي الشيء، هذا اللي خاص بالبلاد. جماعة السلام عليكم، حنا رانا خاصنا السبيطار ما عندناش، حنا في هذه المنطقة تاع الشوالة ما كاش سبيطار، وهذا عرش كبير، طريق ما كاش، وإذا كاينة راها كاع محفرة، كاش، ويخصنا الماء. الماء شطوات ما كاش عندنا كاع، خاطر خصنا الماء بزاف بزاف. نطلبوا من الوالي يشوف لنا الحال تاعنا كي رانا دايرين، رانا مغبنا بزاف والله، رانا مخصاصين. شوفوا الحال تاعنا إذا بغيتوه ربي، ربي يجازيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه ألف صلاة وألف سلام. رانا طالبين من سيادات سيد الوالي والمير وشاف دايرة، حنا راه خاصنا طريق، خاصنا الماء، الشبيبة راها هاملة، كلية حاجة وشكرا. السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا، رانا حاجة ما عندنا هنا في هذا الشوارع هنا، بلدية تاع مندسة ما دارت لنا والو هنا، كلش عندنا ما كاش، لا ماء، لا طريق، لا حتى حاجة ما كاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نشكركم على هذه الضيافة عندنا اليوم في دوار شوالة، بلدية دائرة مندس ولاية غليزان. احنا رانا مخصصين أولا في الطريق، ثانيا مخصصين الماء مكاش، الماء الشعب يعاني منه راح يسقي بالدواب، ولكن نطلبوا السلطات تعاوننا في هذه المنطقة. هنا رانا مخاصص بزاف، والسبيطار على كل حال المريض من يمرض نرفدوه في السيارة منا 20 كيلو المنداس، باش إلا كان زاد ربي في الأجل السبيطار كاين هو مبلع. ما عندناش في هذه المنطقة، رانا مضاري بزاف، ولكن نطلبوا السلطات تعاوننا وتشوفنا، تجي تشوفنا بنظرة العين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، احنا هنا في منطقة الشوالة عرش ماناش دوار. أول حاجة اللي تخصنا الطريق ما كانش، ثانيا الماء ما كانش، رانا في 2024 ما زلنا نزقوا على الدواب. ثالثا عندنا النقل المدرسي معدوم، زلالي راهم يمشوا 10 كيلو. رابعا عندنا سبيطار ما يخدمش، كي يمرض المريض نهزوه مدة 22 كيلو باش نوصلوه للمستشفى تاع مندس. احنا نطلبوا من الوالي، شاف دايرة على باله بالمنطقة، المير على باله بالمنطقة، نطلبوا من الوالي والسلطات العليا تتدخل لنا ويعطوا حق هذا الشعب المظلوم اللي رانا في 2024 مازال ما شافش الاستقلال. وشكرا. هذا المنطقة تشهد فيها 42 شهيد هنايا، وزيد في العشرية السوداء 26 واحد ميتة هنايا، لا حياة اللي من توند، لا طريق، لا ماء، لا مسالك، لا ريزو، لا سبيطار، جافة من كل مناطق. ونشكره وشكرا لك. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.